ولاية وهران عرفت سوء تسيير ممنهج، أقول ممنهج. نحن أنعم الله علينا بالعقل وندرك الذي يخطئ والذي يتعمد، فبعض البلديات كان فيه تعمد، كان فيه تعمد من أجل يعني إغراقها في الفوضى وإغراقها في الفساد. كل يعلم، وسأعطي المثال دائما بأكبر بلدية وهي بلدية وهران. اليوم بلدية وهران في الوقت اللي أنا أتحدث فيه، المجلس السابق خلنا العديد من القنابل الموقوتة، ومن بين القنابل القنبلة الأولى وهي قنبلة النفايات. والكل يعلم ما حدث في شهر جانفي وفيفري، وأنا لا يوجد لدي أي شيء أخفيه. وحاولوا أنهم يلطخوا سمعة المسؤولين على مستوى الولاية بما فيهم الوالي وبما فيهم المجلس المنتخب الجديد وبما فيهم رئيس البلدية وبما فيهم سلطات أمنية و ولقد تجاوزنا هذه المحنة وحاولوا أن يقوموا بلي ذراعنا، ورفضنا رفضا باتا مثل هكذا تصرفات، وتصدينا بكل قوة بكل عزم وتجاوزنا هذه المحنة. المحنة الثانية اليوم الذي أصعب وأخطر، عمال بلدية وهران لا يجدون الأموال التي تسدد بهم مستحقاتهم الشهرية. شهر مارس العمال نتاع البلدية ما عندهمش منين يخلصوا، ما عندهمش منين يخلصوا. سيد رئيس الدائرة هنا، سيد رئيس البلدية ومعكم، مش تعرفوا بلي باش الولي ما عنده حتى حاجة يخبيها. نحن لن نترك عمال البلدية بدون مستحقات، سنقوم بإيجاد الحلول اللازمة وسنتصرف كما تصرفنا في السابق. ولكن حتى أقول هؤلاء الخونة الذين يريدون أن يقولوا لنا احنا ولا ما كانش، تمشي بلا بكم انتم ما تمشي وما توقفوش، والجزائر الجديدة ستعرف طريقها إن شاء الله إلى المستقبل، حبة من حبة وكرهة من كرهة. نحن لن نتساهل. أنا حطيت ربع أنت لي بلانت وما زال نزيد نعطي بلانت وحايد أخرين، ولن أتسامح مع أي كان ومع كل من مد يده للمال العام، ما نسامحش معه مهما كان شخصيته ومهما كان هو. أشاك فوا يديروا لنا إن بومب، وما زالوا من برا راهم يحوسوا يتصرفوا في الأمور الداخلية للبلدية. فأوصي كل رؤساء البلديات على مستوى كل بلديات الولاية، ما تخليوا حتى واحد يمشي لكم، واللي تشوفوا باللي باش راهم يمشيو فيه من برا نحيوه، ابعتوه هو ثاني لعند برا وخليه يمشيو انت برا، ما عمل تما في الكرون تاعك. ما تسامحوا مع حتى، ولكم مني كل الحماية وما لكم مني كل التضامن معكم، ما تخافوا من حتى واحد، اخدموا أنا معكم. إذا أقول البلديات عرفت الكثير من الفساد. بلدية السينيا اليوم أبنائنا وبناتنا يقرأوا في مدارس، أكثر من 10 مدارس فتحت رميمها منذ أكثر من 3 سنوات أو 4 سنوات، ما زالت الأشغال يعني متوقفة ببلديات الدائرة، وأولادنا يعني كما يقولوا لي سانيتيرمون مش مخدومين، ما يلقاوش حتى المراحل اللي يروحوا ليها، وليتونشيتي كومبليتمون دونك ديغرادي والما يسيح عليهم، والمياه غير موجودة على مستوى البلدية، وكل هذا على جلد واش من أجل ديتورني لارجون دو ليتا. والله العظيم صدقوني، التويو تاع الغاز هنا نقعروا الحيط ونديروا روبيني ندخلوا الغاز للقسم، سيتادير لو كان نحسبوها 5 دينار جزائري، قسما بالله غير يهز منا ويدورها على كاع المدرسة باش يعاود يرجع لو بوان هذاك ويخرجها لك في 20 مليون دينار جزائري. انا هاد الناس هادو ما نمشيش معاهم، والله يطير راسي ماني ماشي معاهم. ولما تكلم يوقفوا لك الاشغال، سي بور فوار اكزاكتومون لو شونتاج كومون ايلي افكتوي. دونك سي بور فو دير هاد الكلام هذا راني نقول فيه للساده رؤساء البلديه، ونتمنى انكم تفهموا عليا واش راني نقول. راني نقول لكم بلي باش تحديات كبيره وكبيره جدا، وراني نقول لكم بلي باش تلاعبات، وبلي باش كاين بزاف امور اللي راهي تكتشفوها
ما تخافوش، اخدموا ومشيوا، اخدموا ومشيوا، تخافوا من حتى واحد، كونوا اوفياء لله وكونوا اوفياء للوطن وللشعب وفقط.